بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، ما هو أكبر قلب لمخلوق عاش على الأرض؟ إنه قلب الحوت الأزرق. سأتأمل معكم بعض الحقائق من موقع ناشونال جيوغرافيك، والتي كشفها العلماء في السنوات الماضية عن أكبر مخلوق حاليا موجود على وجه الأرض. طبعا هذه المقالة منشورة بتاريخ 9 ديسمبر 2021، يعني المعلومات حديثة جدا. أيها الأحبة، الحوت الأزرق هو أكبر مخلوق عاش على وجه الأرض، حتى إنه أكبر من الديناصورات. وزن هذا المخلوق من 100 إلى 150 ألف كيلوغرام، يعني هناك حيتان يبلغ وزنها 150 طن. تتصور معي أخي الحبيب حجم هذا المخلوق بارتفاع بناء 10 طوابق. تصور بناء عمارة مؤلفة من 10 طوابق، هذا هو الحوت الأزرق. تصور الضخامة التي يتميز بها، سبحان الله. فطوله يصل إلى 30 مترا، وقلبه الضخم، القلب فقط، القلب هو المضخة الذي يضخ الدم، التي تضخ الدم، 180 كيلوغرام. وزن القلب 180 كيلوغرام، يعني وزن رجلين تقريبا. قلب الحوت الأزرق يتكون من 4 حجرات متساوية الكتلة، يضخ الأكسجين مرة واحدة كل 10 ثواني، ويضخ 220 لترا من الدم في جسده. كما أن نبضات قلبه عالية جدا، بحيث يمكن سماعها على بعد 3 كيلومترات. تصور أنك لو كنت على بعد 3000 متر من هذا الحوت، ستسمع صوت نبضات قلبه. إن أحدنا، يعني أنا مثلا لا أسمع نبضات قلبي، هذا الحوت له صوت عنيف ينتشر في الماء. طبعا عندما يدق هذا القلب ينتشر هذا الصوت في الماء، لذلك يثير الرعب بين الكائنات البحرية. يعني نحن ينبض قلبنا بحدود من 70-80-60 دقة أو نبضة في الدقيقة، الحوت الأزرق من 25-35 نبضة في الدقيقة. إذن قلب الحوت ينبض من 25-35 نبضة في الدقيقة، وهو بطيء، ويمكن أن يبطئ هذا العدد إلى 8 دقات في الدقيقة، أو حتى 4 دقات عندما يغوص إلى الأعماق. طبعا هذا يجعله يوفر الطاقة ويوفر استهلاك الأكسجين أيضا، سبحان الله، تصميم إبداعي، سبحان المبدع. لذلك هو يتحمل درجات الحرارة الباردة، يتحمل البيئة القاسية التي يعيش فيها. مع العلم أن هذه الحيتان تميل إلى العزلة كلما تقدم بها العمر. طبعا أيها الأحبة، تخفيض عدد دقات قلب هذا الحوت سببه ليوفر الأكسجين ويوفر الطاقة أيضا. طب من علمه ذلك؟ علماء التطور يقولون إن الحوت هو الذي طور نفسه بنفسه وأعطى نفسه هذه الميزة. عبث طبعا، عبث، سبحان الله. لذلك الحوت يعتبر لديه فن الإدارة في الغوص وفن الإدارة في الاقتصاد، يوفر الطاقة، يوفر الغذاء، يوفر الأكسجين، ويبقى لفترة طويلة ساكنا في أعماق المحيط، فلا يحتاج إلا إلى كمية بسيطة من الأكسجين بسبب تباطؤ الدورة الدموية للحد الأدنى. قلب الحوت يضخ كميات كبيرة من الدم، بعض الشرايين يصل يعني قطرها
إلى تقريبا 20 سنت أو أكثر هكذا. الشريان، تصور شريان مثل أنابيب الصرف الصحي تقريبا. فيعني شيء عجيب سبحان الله. الحوت المولود حديثا أيضا حجمه كبير، وزنه كبير، يحتاج ل يعني شرب كميات كبيرة من الحليب، يعني بحدود من 50 إلى 100 لتر كل يوم وأكثر أحيانا. وجسمه يزيد بمعدل 100 كيلوغرام كل يوم. تصور يعني يكسب وزن رجل ثقيل كل يوم 100 كيلوغرام. سبحان الله. يعني بينما الأب أو الأم يستهلك 4 طن من الكائنات البحرية، تصور غذاؤه في اليوم 1000 الكيلوغرامات. سبحان الله. الله عز وجل يعلم أن هذا الحوت يحتاج أن يغوص في أعماق المحيط، ويحتاج أن يمكث لفترة طويلة هناك. زوده سبحانه وتعالى، شيء عجيب، بمخزن للدهون موجود في بطنه وفي يعني تحت الجلد. هذا المخزن يكفيه الحقيقة لعدة أشهر، يمكن أن يمكث ويتغذى على مخزونه الذي خزنه من الدهون. سبحان الله، ما هذه القدرة العجيبة؟ سبحان المبدع. وهنا أيها الأحبة أتذكر معكم قول الله تبارك وتعالى: يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات، وأن يجعلنا من الخاشعين المتدبرين المتأملين لهذا الكون العظيم. عسى أن نكون من الذين قال الله فيهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فرؤية هذه المعجزات تزيد المؤمن إيمانا أيها الأحبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.